إضرابات، استرابات ومطالب من هنا وهناك. هذا هو الوضع اللي تعيشه البلاد كل يوم، وهذه هي أبرز المشاكل اللي تواجه فيها حكومة الحبيب الصيد على عديد الواجهات، ونذكر منها الصراعات السياسية خاصة بين الأحزاب حتى المتواجدة في الائتلاف الحاكم. وحتى داخل الأحزاب أنفسها فما انشقاقات على غرار ما يعيش مؤخراً الاتحاد الوطني الحر، وعاشوا لمدة أشهر الحزب الحاكم نداء تونس، الأمر اللي خلى الأزمة توصل حتى لداخل مجلس نواب الشعب. المشاكل هذه تزامنت مع الملفات الاجتماعية الحارقة والمطالبة بالتشغيل، وين بلغت الأزمة ذروتها في مدينة قرقنة، وزادت تصريحات الحبيب الصيد بتعميق الأزمة باتهامه كل من حزب التحرير والجبهة الشعبية في أحداث قرقنة. وبين هذا الكل يتواصل الوضع الاقتصادي المنهك على حاله، تبعاً لتأثره بالواقع اللي تعيشه البلاد بكل متعلقاته، فالنقابات ما زالت تطالب، الأمر اللي يتحول في بعض الأحيان للصراع بينها وبين وزارة الإشراف، ونخص بالذكر هوني أزمة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وين تمسك وزير الصحة سعيد العايدي بالمدير العسكري اللي عينه رغم ما قامت به نقابة أعوان الصحة بصفاقس لإقالته. من جانب آخر، مشكل الحليب مازال قايم، من غير ما ننساو التشويش الحاصل هنا وهناك من الداخل والخارج على غرار ملفات بنما اللي دخلت على الخط. ففي ظل التطورات الحاصلة والمشاكل هذه الكل، هل فعلاً فمانية لإسقاط حكومة الحبيب الصيد كيف ما مشيت فيه عديد القراءات، أم أنه بإمكانها تطويق الأزمة الحاصلة وتعرف حكومة الحبيب الصيد كيفاش تلقى الحلول الناجعة للمطلبية المفتوحة في أكثر من واجهة؟